كنعقدوا ندوى صحفيه باش نبلغوا الراي العام المحلي بالمعطيات الجديده المستحدثه خصوصا فيما يتعلق بمشروع المحج الملكي اللي نوى الراهنيه اليوم وموضوع الساعه. الاخوان في والاخوات في مشروع المحج الملكي الصوت التنسيقيه لغايه واحده هي انصاف الساكنه بغض النظر، لان هذا الملف هذا من 1989 هو غادي وتعرف تعثرات وخروقات وتعرف واحد العدد المشاكل، وبلا ما ندخلوا في التفاصيل يعني خص الناس تحمل مسؤوليتها اللي تثبت في هذه الازمه. هذه تعتبر ازمه وماشي تكلفه، خصو اليوم يدفع الثمن ديال ذاك الانسان الضعيف البسيط. كنشجلو يعني انا شخصيا مع الاسف الغياب ديال الناس اللي خصهم يكونوا ساهرين. انا تنستغرب عدم وجود رئيسه مقاطعه سيدي بليوط مع الى جانب السكان اللي انتخبوها واللي هي اللي كان خصها بغض النظر شنو واقع وشنو التفاصيل خصها تكون حاضره الى جانب السكان وتحاول تلقى الحلول باش هاد الناس هادو ما يضيعوش في حقوقهم. بل على العكس كاينه اجندات اخرى اليوم لا يسع المجال لذكرها ونفتحوا لها في حينها، ان الناس تعاكس الاراده ديال الشعب وتعاكس الاراده ديال الوطن، لانه احنا الرغبه ديالنا هو ان السكان هادو تكون عندهم بدائل سكنيه لتليق بكرامتهم. الدستور يتحدث على الحق في السكن. ملي كنتكلموا على حقوق الانسان وكنتكلموا على التنميه وكنتكلموا هذه شعارات كبيره مرفوعه، لكن ملي تنجيو القلب الدار البيضاء المدينه القديمه سواء الداخل ولا برا، لان المدينه الداخل هي الاصل وبرا امتداد ديالها. علاش نتعاملوا مع الناس يعني بهذا المستوى اللي انا اعتبره انا شخصيا وكنتحمل مسؤوليتي فيه كسياسي كحقوقي كجمعوي كود المدينه قبل هاد الارتجاليه في تدبير هذا الملف؟ الان احنا قلنا كانت اسباب موضوعيه وذاتيه قبل، ولكن اليوم كاينه امكانيات باش الناس نرحلوها بشكل يليق بكرامتها. ما تمش هذا الشيء، تم تنشوفوا تنسمعوا تنشاهدوا مناظر مؤلمه، تنشوفوا الناس يتعلموا بين عشيه وضحى باش يخويو وباش لا غدا اللي يريب ذاك المنزل واللي دخلوه في قرار الهدم الدول الى السقوط هو في الاصل ديال نزع الملكيه، ومسطره تختلف على المسطره والراس خونا في العين في القانون راه غيفهموا هذه المسائل. بالتالي انا تنقول كفى من لعبات مصير الناس. هاد الناس لا حول ولا قوه لهم، عندهم تشبت بلادهم وبوطنهم. راه لا شفنا شنو وقع البارح، احنا ما بغيناش هاد المشاهد الدراماتيكيه تتكرر، وما بغيناش تمشي لواحد الاتجاهات اللي مفتوحه على جميع الاحتمالات. فبالتالي هنا تيخصنا ناكدوا على واحد الحاجه، كاين تفاعل على مستوى يعني السلطات المحليه ونسميها سلطه الوصايه تحت اشراف السيد الوالي الجهه الدار البيضاء سطات، والعامل كذلك ديال عامل مقاطعه انفا عملت مقاطعه انفا. والغريب انه كيلقاو المعاكسه ديال بعض اعوان السلطه وبعض يعني اللي تيخصهم يكونوا هما اللي تيعتمدوا عليهم في العلاقات بالمواطن القرب تيروجوا بغلطات وهما شركاء البعض منهم، وعندنا ما يثبت ذلك انهم شركاء في تجاوزات وفي تلاعبات اللي وصلتنا لهذه الحاله هذه. فبالتالي هذه الندوه هذه إضافة إلى أنها جات باش تعطي معطيات، جات باش تأكد على المطالب وتقول أن المغرب ما بقاش محتاج يعني يتحمل هاد العابات وهاد السخط ديال الشعب. راه هو كاين، وكنتمناو على نلقاو أذن صاغية والناس تفاعلوا تخدم العقل وتحلوا لها عينها مزيان. وبالمناسبة كنبغيو نشكروا لا حزب فدرة اليسار الديمقراطي لا اليسار الاشتراكي الموحد لا حزب التقدم والاشتراكية اللي
اداو الدور ديالهم كمناضلين في انهم دعموا هاد المطالب وهاد المواقف. هذه العلاقه هي علاقه وطنيه، علاقه هم، علاقه قناعات، علاقه ان هاد الاحزاب كتمارس يعني الدوره اللي خصها تمارسو. كشفت على انه السكان والمواطنين تعانيهم واحد الضرر معين، فطبيعي انها تفاعلت معهم وجلسات كتصنت لهم وخد يعني حركات ما يمكن. عطات المقرات اولا، عطات يعني الناس اللي عندها في ممثله في مجلس النواب، لا رفيقه نبيله منيب لا رفيقه فاطمه الثامني، اللي عطاو اسئله كتابيه يعني للجهات المختصه على المستوى المركزي. باقي ما داروا معنا والو، راه الناس بزاف تشردت في الزنقه، راه الناس كتوفى، راه حنا ضعنا ونطلب الله تعالى ويشوف فينا بعين الرحمه. وسيدنا راه عطينا الحق، وهاد الناس راه ما عطاوناش الحق، سيدنا راه عطانا الحق وقال ما عطاو الناس ديالهم، وهاد الناس راه ما داروا معنا حتى حل. ولادنا كيتشردوا وحنا كنتشردوا، ومغلبه الناس اللي ما عندهمش حتى باش يعيشوا، حتى القوت اليومي ما كاينش، كيقولوا لهم خرجوا تكريو حتى ندير معكم الحل. فين هو الحل؟ ما كاينش الحل. عاطينك 9000 درهم والله ما غتكري لك. دابا اللي كتمشي عندك يقول لك 4 مليون تصبيق، 60000 ريال كرا، وما غتهز لك حتى فريشك، ما غتهز لك وليداتك. حنا مولفين في دارنا الفوق والتحت والفوق، ولادنا متيسعين باركين، ولادنا كلهم مجوجين باركين معنا. كاين اللي بنتها مطلقه باركه معها بنيتها، كاين اللي امراه عجوز باركه معها ولدها مريض، باركه معها مرت باها، باركه مع بنتها مطلقه بجوج الاولاد، ما عندهمش حتى باش يصيروا. عاد يقول لهم خرجوا تكريو، والدار غيعطوها لكم ب 10 المليون باش غيخلصوها. و10 المليون هذيك الدار ما قادرش الفريش اللي عندهم. فين غيمشيو هاد الناس؟ راه ضاعوا الناس، راه حنا كنضيعوا. الحل يحيدونا من ديورنا ويحطونا في ديورنا، ما عندناش لا باش نخلصوا ولا فين غنمشيو نديعوا، لا حنا لا وليداتنا. وهذا الشيء راه الله سبحانه وتعالى ما كيقبلوش، وتا سيدنا راه ما قابلش هذا الشيء. سيدنا راه عطانا حقنا، وهاد الناس راه داروا لنا نزع الملكيه صحة. حنا راه ما معترضينش على مشاريع سيدنا، مرحبا، حنا فرحانين ببلادنا تزيد لقدام وتزهر، ولكن يديروا معنا حل، يديروا معنا حل ويحطونا في ديورنا، ما يمكنش غادي نتشردوا.